أهلا بكم مشاهدينا السهيل. هذه الجولة من خيرة السوداني عمود كلام صريح للكاتبة سمية السيد بعنوان أين دول الخليج. ترى سمية في مقدمة هذه الزاوية أن استفحال أزمة الوقود البترولية التي أدت إلى ما يشبه الشلل التام في كافة القطاعات في البلاد أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن كل ما يقال ويعلن عن شراكة اقتصادية سياسية بين السودان ودول الخليج ليست سوى حديث مجالس بروتوكولية عقب لقاءات رسمية أمام عدسات المصورين تنتهي بانتهاء مراسم الاجتماعات. وتقول: الأزمة الاقتصادية تخنق بلادنا وكل دول الخليج بلا استثناء تتفرج وكأنها ترغب في استمرارها عن قصد لأسباب مختلفة. وتشير الكاتبة إلى أنه عندما دخلت مصر في ذات الأزمة الاقتصادية في العام 2016 تدخلت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات بقوة وضخت مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري عبر الاستثمار وتمويل مجموعة من المشروعات الضخمة وتوفير مواد بترولية بخلاف المساعدات المباشرة للخزانة، ومثلها تماما فعلت الإمارات والكويت. فتغيرت الأوضاع نحو الأفضل واستقر سعر الصرف في حدود 17 جنيها مصريين بعد أن تجاوز 25 جنيها. وتضيف الكاتبة سمية سيد في هذه الزاوية: دول الخليج هذه يضاف لها دولة قطر تنظر الآن من على البعد لمعاناة الشعب السوداني دون أن تتدخل ولا حتى بالالتزام بتوفير مواد بترولية بتسهيلات مالية لمدة 3 أشهر ناهيك عن تقديم منحة. وتختم سمية سيد هذه الزاوية بالقول: لا أعني مطلقا البحث عن هبات وصدقات من دول الخليج، وإنما قصدنا تحقيق الشراكة الاستراتيجية المعلنة بزيادة الاستثمار وتنفيذ المشروعات المتفق عليها، وعلى رأسها مبادرة الأمن الغذائي وما يمكن أن تحققه من فرص للاقتصاد السوداني. وإذا كانت دول الخليج تعاقب الخرطوم على موقفها من الأزمة الداخلية بين دولها، فقد آن أوان مطالبتنا لحكومتنا بإرجاع أبناء الوطن لحماية بلادهم والإسهام في التنمية الداخلية. وكفانا مواقف عاطفية.